السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتى هذا الطرد الذي هو بحجم كرة التنس ليستقر أمام خلايا النحل، وهو ليس من منحي، وذلك بسبب أن كل الملكات التي لدي هي معلمة وهذه الملكة غير معلمة. إذن هو طرد خارج المنحل أتى واستقر هنا بجانب الخلايا، حما أن رائحة العكبر التي بالخلايا هي التي جلبته لهذا المكان، وهو ليس بطرد قوي، ولكن يمكن استقلال الملكة التي مع الطرد بتغيير ملكة مسنة أو إحداث خلية جديدة بإضافة إطارات حضنة ونحل لهذه الخلية. دونك سوف نقع وضعها في خلية صغيرة حتى نتبين من أنها ملقحة أو غير ملقحة، وإن كانت غير ملقحة سوف تخرج للتلقيح، وإذا ما نجح تلقيحها فعند ذلك سوف نقوم بتكوين خلية أخرى أو تغيير ملكة قديمة. من وقع نفض النحل داخل تلك النوية، قد تكون خلية هجرت منحل آخر أو طرد جديد ولا أعرف، يمكن معرفة ذلك بعد أن يقع وضعها، وإذا كان أيضا قامت بيض سريع فهي غير ملقحة أي كبيرة في السن، وإذا بقيت تقريبا 15 يوما لتبدأ البيض فهي عذراء، لا يمكن معرفته إلا بعد أن تبدأ بالبيض. إذا بدأت بالبيض قبل أسبوع فهي كبيرة السن أي أم ملكة أم، وإذا لم يقع البيض وقع البيض بعد 15 يوم فهي ملكة فتية. بسبب البحث عن تلك الملكة فهي استقرت في قاع النوية، ولم أتمكن من مشاهدتها. ولكن تبين لاحقا أنها غير معلمة أي ليس من داخل المنحل. ولكن هذه بعد وضعها في تلك النوية وقع وضعها في مكان مخصص لها، ولكنها خرجت مرة أخرى ورجعت إلى ليس إلى هذا المكان ولكن إلى الخلية المقابلة حيث
استقرت ما بين الغطاء الخارجي والغطاء الداخلي. هناك فجوة أرادت أن تستقر في ذلك المكان، ولكن قمت بنقلها مرة أخرى لنفس النوعية ووضعها في نفس المكان الذي استقرت فيه، وإلى حد الآن فهي موجودة ولم تخرج. بعد أن قمت بزيادة قليل من محلول السكر في ذلك تلك الغداية، وسوف نشاهد ما هو ماذا سيحصل بعد ذلك تلك النوية. كان حل، كان بالخارج في صدد البحث عن المكان الذي استقر فيه، رجع وبدأ الدخول إلى تلك النوية. حسب بعد قمت بالتثبت من وجود الملكة، وجدت أنها كانت ملكة جيدة كبيرة الحجم، ولا أعرف هل هي صغيرة في السن أم إلى حد الآن. المهم هو كونه يمكن الاستفادة من هذه تلك الملكة، حيث ليس مهم كثرة النحل، ولكن المهم الملكة أن تكون ملكة جيدة فقط. يمكن استغلالها بتكوين خلية جديدة أو تعويض ملكة مسنة. تقريبا هذه أهم النقاط التي يمكن أن أتحدث عنها بالنسبة لهذه النوعية. دائما نلاحظ أن الطرد الخريف دائما يكون صغير الحجم، قد يكون الملكة قامت بتغيير الملكة، هل هي تغيير ملكة؟ ولكن خرج كثير من الملكات، فقام أحد الملكات بالخروج بأحد قليل من النحل، هذا على الأرجح. هذا النحل الذي بصدد الدخول فهو النحل الذي كان يبحث عن مكان يستقر به، وعند رجوعه وجد أن النحل قد دخل لهذه النوية. أهم الأشياء التي يمكن ذكرها بالنسبة لهذه الطرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.